السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله تبارك الله، اليوم جينا هنا في جيجا مول، طبعا من أفخم المولات ومن أكبر المولات ما شاء الله تبارك الله، معروفة هنا في إسلام أباد. ما شاء الله تبارك الله من أكبر المولات، يعني ما شاء الله تبارك الله منطقة كمان هذه راقية وكلها فلل ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذه في إسلام أباد. طبعا هذه ما شاء الله تبارك الله الواجهة الرئيسية على الشارع العام. مدخل السوق ما شاء الله تبارك الله. هذه بداية المدخل. المشاريع ما شاء الله هنا في إسلام أباد ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذه هي الشركة. شركة عالمية ما شاء الله تبارك الله وفخمة. طبعا هذا المشروع ما شاء الله تبارك الله، شوف هنا بيتكلم بعد جيجا مول يقول لك 3 كيلو. طبعا هذا المشروع قبل كده سووه في دبي، وهذا المشروع الثاني طبعا هنا في اسلام اباد. مشروع جبار ما شاء الله. طبعا هذا المشروع دوبه كلموني يقول له في دي اتش 2، مشروع جبار ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذه ارقام تلفوناتهم موجوده. طبعا هذا هو المشروع المجمع السكني هذا في اسلام اباد. هذا دي اتش 2 هذا. هذه الأبراج ما شاء الله تبارك الله. جبار ما شاء الله تبارك الله. طبعا له مشروع في دبي، وهذا مشروع ثاني اللي هو منطقة دي اتش 2. Thank you.
أفراد، مكون من أفراد ما شاء الله تبارك الله. المول ما شاء الله تبارك الله فخم. ما شاء الله هنا كمان موجود باسكت روبو. طبعا هذا ما شاء الله تبارك الله طابق دور الأرضي. كمان فيها كاربو هنا. وهذا الدور اللي بعد اللي تحت، دورين طابق الأرضي. هذا كرسي المساج، هي ما شاء الله طابقين الأرضي وثلاثة أدوار فوق. طبعا ده الطابق الأرضي ما شاء الله تبارك الله، هذا آخر طابق الأرضي. يعتبر هي 5 أدوار تقريبا. خمسة أدوار ما شاء الله تبارك الله. طبعا فيها كاربو هنا ما شاء الله تبارك الله، شوفوا. ما شاء الله تبارك الله، هنا مناظر فخمة صراحة، أشياء مجسمات رهيبة. هنا الجيتار ما شاء الله. أداء
الحلقات كاملة. طبعا هذا اخر دور، كلها صف مطاعم، فيه كي اف سي ومكدونالدز وفيه هارديز وفيه بيتزا هات، كلها صف مطاعم. هذا طبعا هذا المنظر ما شاء الله تبارك الله عبارة عن شاي كرك. هذه النافورة ما شاء الله صغيرة. كذا الختام ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله، جميع البلدان العلم موجودة. هذا علم السعودي وعلم علم باكستان. الفين اثنين وعشرين.